أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يشد الرحال إلى قباء؟ لا، لا يسافر إلى قباء، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا حصر، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة. هذا حصر. لكن مسجد قباء لمن كان بالمدينة، سواء كان ساكنا فيها أو كان وافدا إليها، يذهب ويصلي في مسجد قباء من غير سفر. نعم. أما أنك تسافر من الرياض تبي تصلي مسجد قباء، هذا بدعة. نعم.